نتسناو الناس على ما يطلعوا معنا في هذا البث المباشر باش نقابلكم الحاله ديال با جوها اللي كيعيش واحد الظروف مزريه. ساكنه كيف ما سمعنا لها عطاتنا الاراء ديالهم. غادي نتقربوا من احد الجيران ديال با جوهر اللي غادي يقول لنا الحاله ديالو. واخا بدايه نعطيني اسم وصفات ديالك. السلام عليكم. اسم السي احمد سعيد الجمعاوي، واحد من الساكنين ديال الحي اللي هو حي تقدم عين هارون باب السفر مقاطعه مارينيين. هو واحد الحي اللي نقولوا حي من الطبقه الهشه. هذا الحي هذا كيعيش عده مشاكل بغض النظر. غادي نحاول ما يمكن نتكلموا على هذه الحاله اللي هي حاله ماساويه. هذا السيد هذا اللي هو السميه ديالو جوهر عبد الله مريض نفسي، زياده على ذلك عنده واحد المشكل في الرجل ديالو، ما عرفناش المرض ديالو عضويا واش سرطان واش الله اعلم، لدرجه ان اللحم ديالو بدا كيتاكل، يعني شبه الرجل ديالو شبه مكتوره وبدا كيخرج الدود. الناس ديال الحي الغالب والله ولات الريحه كتخرج كتكسر كاع الناس ديال الحي. هذا كنتمنى ان الناس يشوفوا هذه الحاله ديال هذا الانسان هذا ويشوفوها بقلب انساني. ما كنتكلموش على المسؤولين او نتكلموا على المسؤوليه، ولكن قلب انساني، لان هاد الناس هذو راه كيديروا اللي عليهم، راه كيخرج له الماكله، راه كيحاولوا ما يمكن يوفروا له كرسي، ولكن راه ماشي هذا هو اللي خاصهم، راه خاصو الطبيب، راه الله يكون في العون. كما كتشوفوا الناس ديال الحي داروا واحد المبادره ومشاو الشباب ديال الحي وداوه للطبيب وحاولوا ما يمكن يسجلوه باش يديروا له شي حل ديك المشكل ديال الرجل ديالو، لكن بدون جدوى لحد الان بدون هذا في السي اش او. هذه في السي اش او اول ما هبطوا هما في حالاتهم قطعوا الوريقات قالوا له صافي احنا هذا السيد لا غدا يصبح هنايا، ما كاين حتى شي حاجه، راه ما بغيناش حنا بيطادين، راه بغينا يكون حل لحقاش هذا السيد هذا، راه الله يكون في العون. جات هذا العذر ديال كورونا حقيقه الله يكون في العون، ولكن مع هذا كورونا واش ما عندوش حق تطبيب؟ واش ما عندوش حق تطبيب؟ راه عنده حق تطبيب الله يكون في العون. دابا ها هو لدرجه انه ولا الدود كيخرج منه. غنطلعوا نشوفوا. بغيتكم تشوفوا باش غنمشيو نشوفوا الحاله ديال السيد على المباشر في المنزل ديالو. كيعيش في بيت شعلنا الفلاش حيت ما عندوش الضوء. السلام عليكم جوهر. كي داير لاباس؟ ما رجليك؟ واش كتعيش بوحدك في هذا البيت؟ شكون اللي كيجيب لك الماكلة؟ خوتي اللي كيجيبو لك الجيران. خوتك فينا هما خوتك؟ هاد الجيران هاد اللي هنا عرفتي تحس بشي حريق في رجليك؟ بزاف. واش كتعاني من شي مرض نفسي؟ لا. ها؟ لا. فاش كنتي خدام قبل؟ قلنا كنتي خدام قلنا بزاف. وفوقاش جاك هاد الحالة هادي؟ فوقاش جاتك؟ هادي شي شهر هادي باش جاتني الحالة ديالي. الله يحرمك. مسكين كيما كتشوف هو الحالة ديالو حالة يعني مستعصية، الله يكون في العون. هو قبل من كورونا كانت عنده مجرد واحد الحبوبة، لكن من بعد هانتوما كيما كتشوفوا يعني تفاقم الوضع، لدرجة أن الرجل دابا حتى الرجل الأخرى الثانية حتى هي عنده فيها مشكل. الجيران والساكنة حاولوا ما يمكن يوفروا له واحد الكرسي زعما على اساس انه غادي يتم الاستقبال ديالو من بعد وهذا، لكن بدون فائده. ها هو مسكين كما كتشوفوا كيعيش على حصير من بلاستيك وكارطون وواحد الهيدوره الله يكون في العون. ما عندوش حتى يعني ادنى 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 شروط الحياه. يوسف معنا على المباشر على قناه شوف تيفي. واخا تشرح لنا الحاله ديال باجو كيف ما كنشوفوا الجار ديالو ما قداش يكمل، غلبوه الدموع بالحاله ديال هذا السيد. واخا تحكي لنا الحاله ديالو كيفاش داير.
السلام عليكم. السيد هذا الجار ديالنا مختل عقلية سعد الله جوهر سميتو، ما خلينا ما درنا له، وعلى الطبيب الطبيب ديالنا تيقولوا السليم مستشفى الحسن الثاني اسبوع وهو تما كاين ما كاينش اللي كيهضر معاه. حنا اللي كنطلعوا نقول له في الطاكسي كنوليو نهبطوا وشدينا له الرانديو هو من الوراء، راه كلشي في السميه ديالي ما عندوش لها اي، انا اللي تكلفت بها هي السميه ديالي عطاوها لها. فاش جينا شدينا له الرانديو ديال العمليه عند الرجل ديالو نص فيها ما كاينش صباح من كولا، ملي كيكون دايز الدواء تيبقاو يهبطوا لنا حنايا واحد الرائحه، راه الناس اللي كاينين هنا راهم تيشموا حاشا السامعين. المهم لا حول ولا قوه الا بالله، ما خلينا ما درنا، رسلنا جميع المنابر ما كاينش اللي تجاوبنا، الاذاعات ما كاينش اللي شاف فهاد السيد هذا مع جات مع هذا الوباء. حنا تيقنا كبيره في شوف تيفي، فهاد المنبر ديال شوف تيفي اللي كيوصل الحقيقه عن حق، بغينا حنا نداء للمسؤولين، نداء لصاحب الجلاله انه يشوف هذا المواطن ديالو كيعايش. راه لا حول ولا قوه الا بالله، واش الانسانيه وصلت حتى لهاد الدرجه؟ جوج درجلين مخوخين، ما جوج درجلين ما تيقدرش يوقف عليهم، وما كاين لا حنين لا رحيم لا جمعيات لا حتى شي واحد، هي الجيره هما اللي كيتعاملوا معاه. واخا واخا شنو الرساله ديالكم اخيره للسلطات باش يتدخلوا باش من اجل حل هذا السيد هذا اللي عايش في هذه الوضعيه؟ تنطالبوا بشي مستشفى اللي يداوي، هذا ما يصلحلوش شي خيريه ولا شي حاجه، هذا تيخصو مستشفى اللي يداوي، لان رجليه عنده اللحم بحالي من كول، يعني خصو تقطع ضروري، هو عنده فيه الحريق بالليل وبالنهار. دابا تسولو تقول له واش كتحرقك يقول لك اه، واخا هو مختل العقليه. المهم هو ما عنده لا حنين لا رحيم، غير الله عز وجل. وهاد المنبر هذا اللي تجاوب معنا وتفاعل معنا وجرى عين المكان، تنطالبو مشي مسؤول. انا راسلت وزير الصحه ما خليت ما كاينش اللي شاف فينا الا هاد المنبر هذا ديال شوف تي في هو اللي جا حتى لعين المكان. تنطالبو من المسؤولين يشوفوا واش ما بقاش الانسانيه. سيدي مختل عقلي ما عندوش العائله ديالو صافي يموت. رحنا بلد الاسلام تنطالبو مجلاله الملك نشوف شي حل، شي حل لهذا الشيء هذا. راه بزاف، شكرا لك، لان حقيقه راه ما عندناش دخل، حنا ما باغينش التوجيه اننا نوجهوا الخيريه، راه بغينا ياخذ حقه في العلاج، راه حق اي مواطن في العلاج، كما عنده حق في السكن، كما عنده حق في العمل، حقه في العلاج. علاش غادي نمشي انا عاد نعيط لك تعطيني توجيه؟ انا ما عندي ما ندير التوجيه، نوجهوا الخيريه عاد يبقى واحد يبقى يديني لهنا يديني لهنا، لا بغينا حقه في التطبيب. الله يجازيكم بخير، هذا نداء للمسؤولين، هذا نداء لوزير الصحة. الله يرحم الوالدين، راه هذا السيد هذا حالة، راه حالة إنسانية. الرائحة كتضرب هذه السكينة، راه هو كإنسان راه من حقه الطبيب. لهذا الله يرحم الوالدين، كنوجه النداء ديالي لوزير الصحة على أنه ياخذ الأمر بواقعية وبجدية. السلام عليكم.